هكذا بدت مدينة سامراء وكأنها مهجورة إلا من بعض السيارات التي تعبر شوارعها الغارقة بالطين، ما جعل سكانها يخشون نزول المطر. احنا كل سنة أول ما تقوم تمطر يعني يومية أقل مطرة تفيض الشوارع، تبقى أسبوع ما تنشف، لأن أول شيء هي طين القاع وبعدين نازلة ويلحقها ماي من البيوت وامطار، وتعرفون انتو يعني والوضعية هاي، كل ما يجي شتاء احنا نعجز واحنا نسوي بالمكناسة وبالماسحة وما يفيد، ابد ما يفيد ماكو. رداءة الطرقات وعدم صيانتها أثرت على التحصيل العلمي لطلاب المدارس ومنعت الكثير منهم من الوصول إلى صفوفهم المدرسية. والله أنا جيت من المدرسة الصبح دمار الطين، أنا بصير أروح أقرأ يعني ما كنت عم يسوون شارع، والله ما كنت كل ساعة دمار. جيت من المدرسة ما أقدر أعبر، شفت منه دمارت أنا أروح لغاية يوم الخضراء كلها طين. سقف مطالب الأهالي أن تكون شوارع مدينتهم معبدة وصالحة لعبور المشاة ليس إلا، وهو أمر يعكس الواقع المتردي الذي وصل إليه العراق. سامرة منكوبة، سامرة ما فيها خدمات، سامرة يعني أسوأ مدينة طبعا هي بالعراق، موجودة أول شيء خدمات طبعا هي خارج عن خدمة. تعالوا شوفوا الشوارع. لا يعلم السكان لمن يشتكون وإلى أين يتوجهون، فكلما قصدوا جهة ما تنصلت من مسؤولياتها وأرسلتهم إلى جهة أخرى. كل ما نسأل أحد يقول لنا مسؤولية المجاري، دائرة المجاري. تسأل مسؤولين المجاري يقول لك إحنا ما ملتزمين بوقت، وكل هذا الموضوع دي يأثر علينا بصورة سلبية وصورة غير جيدة. يؤكد السكان أن المسؤولين لم يأتوا إلى هذه الشوارع ولم يتركوا مكاتبهم، فالشوارع التي يسكنون بها تصان وتعبد بشكل دوري. يا أخي العزيز والله ما يرهم هذا العمل، يعني أنا أريد أطلب من المسؤولين مكما قاعد على الكرسي وقاعد وراء الميزانية اللي أعرف المسؤول اللي مسؤول عن هاي الشغلة يطلع يجي للشارع، خلي ينزل للشارع يشوف الوضعية الكثيفة اللي إحنا عايشيها، يعني هو يقبلها بباب بيته، يقبلها بمنطقته. ليست شوارع سامراء إلا مثالاً صغيراً ربما عما يعانيه العراقيون من غياب الخدمات والإهمال الحكومي في زمن ما عاد للساسة شأن سوى المناصب.